حاجه في موضوعك وهتتفرج عليه، مش هتمسك ورقه قلم، هتتفرج عليه كده بس، هفر الموضوع ده بغير برضو المود وبتاع، وحاجه في مجالي صح. طب الربح من الانترنت والكوره، الربح من الانترنت والتمثيل بقى في موضوعك، وهتشوف السبجكت بتاعك وفي الهدف بتاعك، وقاعد مسترخي مش لازم تمسك الورقه قلم وتقعد تكتب تايبك، خليها بس انا اشوف الفيديو ده مره بس، مفيش معلومه هتتشافها من اول مره، بشوف الفيديو تحتاج تشوفه مره واثنين وثلاثه، اول مره هتشوفه اللي هي بغرض الراحه، اتفرج عليه بس مش هكتب ورقه وقلم ولا احفظ اي حاجه، اتفرج كده اشوف هيقولوا ايه. وقت الشغل ابص بقى بجد معايا ورقه قلم، هو ده فرق استفاده من الوقت. فانا مش بعترض على الترفيه، انا بقول انك توظفه شغل. اتفضل. فاحنا اتكلمنا على وسائل التسويق زي دوبيزل، زي يوتيوب، زي الفيسبوك، وهي نفسها وسائل تقدر تحقق منها ربح، سواء مباشر انت بتاخد مقابل اعلانات بتظهر بتاخد نسبه منها، او بتعلن عن منتجك، ممكن الفيديو يحقق اكتر من حاجه، تعمل اعلان عن منتجك بان انت النهارده بتعلم الطبخ، وفي اخر الفيديو بنوصل كذا للبيت ونجيب لكم الحاجه اللي دي لو انتوا عاوزين، ده اعلان بتعلن فيه عن منتجك في اخره، وفي خلال اثناء الفيديو بتفيد فيه ناس، وعدد مشاهدات الفيديو بيجيب لك نسبه من اعلانات جوجل صح. ممكن تعمل، كان في واحد لو كتبته في جوجل تعلم ترتيل القران، تجويد القران في 22 دقيقه، الفيديو ده اتشاف 1,200,000 مره. طب انت لو خدت نفس الفيديو، لو حد بيجود او بيرتل القران وخدته وما قدرتش تعمل الفيديو، خدت الفيديو ده وراجل كاتب شيروه يا جماعه ونقولوا اعملوا فيه اللي انت عاوزينه، خدته هو نفسه وحطيت في وصف الفيديو تحت محاضرات او حصص تجويد القران ب 10 جنيه، رزق عادي مش حرام، ما هتروح هتروح مواصلات وغيره، او ببلاش يا سيدي وهترد عليهم الناس، هتعرف شخص بشركه، هتقع في رزق شخص، اذا انت بتشتغل وحياتك ما شاء الله، ده انت بترتب كويس كذا كذا، انا ممكن اشغلك معاك، هيجي يحصل كده، ده مش مجهود واحد، هو راجل موافق على كده. يبقى ممكن فيديو انت تتفرج عليه او تاخده ببرنامج اسمه فري ميك، اسمه ايه يا سراج؟ فري ميك ولا فري ميكر؟ فري ميكر، تدي له اي يو ار ال على اليوتيوب ينزله لك داونلود بام بي 3 ام بي 4 مش عارف مضغوط دبليو ام في ار ام بي، ترجع ترفعه تاني وتحط العنوان بتاعه، يجي لك زوار تانيين، يبقى نسبه للاعلانات، تحط في الوصف بتاع الديسكربشن اعلانات ليك، لينك اليوتيوب بتاعك، لينك الفيسبوك بتاعك، لتويتر، يعني بالظبط تدي له اي يو ار ال بتاع فيديو يدونلوده عندك على جهازك عشان تتفرج عليه بطريقه اسرع، او عشان ترفعه تاني على حسابك تسميه باسم تاني، يبقى له مشاهداته، شاف اعلاناته، يكسب منه، وبغنوجه وحاجته كده سيادة. لو ليه كوبي رايت على كوكا كولا؟ اه لا، لو ليه كوبي رايت مش هتدخل الاعلان بتاع كوكا كولا ده، كنزله هيتقفل لك حساب بتاع جوجل على طول، ما يعرفوش بقى الكلام ده طبعا. لو خدت فيديو عليه كوبي رايت بتاع اغنيه بتاع حد ممثل بتاع كذا، ليها كوبي رايت يعني ليها حقوق فكريه، وحطيتها ممكن حد يشتكي بيحذفوا الفيديو، او توصل مرحله وتكررت الشكوى يقفلوا الحساب خالص بفلوسه بحاجته بكله بس لا تطوب. طب اعرف منين ده؟ انا بقول لك ما الحاجات المشهوره ما تبقاش حاجه بتاعت حد، يعني ما تبقاش بتاع مؤسسه شركه، انا بقول لك اعلان كوكا كولا بتاع كوكا كولا، اي اعلان بتاع جهه تجاريه او شركه ده حقها، ما ينفعش تاخده. ان واحد كاتب مثلا رحلتي في شرم الشيخ مع ابن خالتي، حقوق ايه بقى بتاع ده عند امه؟ عشان ما هو زي فلان صح؟ كذا ملهاش حقوق، يعني حاجات بيرسونال، يعني فيديوهات شرويات ان لم يكن هو يذكر حقوق، او كاتب حاطط عليها يعني وجود يوب لحقوق، تقول له بالشركه ولا بحط علامه كذا كذا وبقول له كذا، هيقدر هو يطالب بيها تمام؟ مثلا باسم يوسف له حقوق مثلا، زي مثلا وعليه حقوق مثلا عاوز اعمل حقوق مثلا اي على الاكونت دوت، اعمل نعم اعمل اي حقوق للاكونت دوت، تعمل ايه؟ يعني في حط عليها انت علامه كده حق كذا يعني بالظبط، يعني يوتيوب مؤخرا كاتب للاعلان اللي عاوز يعلن في الفيديو، في شركه اشترت القناه بتاعته او شركته اسمها افنان او حاجه كده، وعامله هي عندها قنوات كتير على تشانلز على يوتيوب بتبيع عليها اعلانات، انها تحط لك اعلان جوه الفيديو نفسه بقى مش عن طريق جوجل، لك لا انا احط لك على القناه دي مثلا لمده شهر مثلا، يعني افكار. كلنا يا جماعه كلنا هنا، يعني كل واحد عنده فكره تقدر تتصور في فيديو، الكلمتين اللي بتقولهم لو حد فيه منهم جزء حب يعيده تاني في فيديو بقى ده فكره تقدر تحطها من النهارده على يوتيوب. المعلومات دي لو قعدت تعمل بيها سيرش على يوتيوب وتطلع منها معلومه وتطلع تكمل صفحه كده انك تقدر تصورها بقت معلومه،
كتبتها على مدونه هيشوف حد يقراها، حطيته جوه مدونه فيديو بتاعها على اليوتيوب حد هيشوفها، كتبت الكلام ده في فايل بي دي اف وحطيت لينك الناس داونلود وناس هتداونلود، عملته ام بي 3 عشان حد ينزلها على موبايله عشان يسمعه وهو سايق حد يسمعه. كل الكلام ده طرق تقدر تحط فيها في الاخر اعلان ليك او حاجه. كل دي افكار، بي دي اف، فيديو، صوت، صور، سلايدز، كتابه. طبعا الوقت ما سعفنيش، انا ممكن اقعد اعمل كده 3 ايام وارتاح في النص. عدد المشاهدات، لا انت لما تعملي شير هو الهدف في يوتيوب انه يتشاف الفيديو، لما يتشاف الفيديو بتلود الصفحه واذا مش شرط يتشاف كله، هو مجرد يتشاف في الاول. زي الناس بتاخد الفيديو بتاع يوتيوب تحطه جوه البوست بتاع الفيسبوك، فلما يتشاف هيظهر برضه الاعلان بتاعه. بعض الناس هتدخل تقول لك انا عاوز اشوف على يوتيوب عشان اكبر، فيطلع لها بقى الاعلانات في مساحه اكبر. طب الموضوع اللي هو في ناس يقول لك تقول لك شوف الاعلان كذا اعلان وعليها كذا حاجه. بالظبط، ما في ناس بقت تعمل صفحات لفيديوهات لفنانين ومش عارف اخر الاحداث والحق مش عارف الخبر واي حاجه، عشان تدخل في الاخر على صفحتهم تلاقي الصفحه فيها شويه اعلانات، فيها ساعات تدخل تداونلود على مواقع تلاقي بيحصل لك صفحه تفتح بوب اب كده ولا بوب اكزت و100 صفحه ورا بعض هو حاطط كذا كود كده اكتب بيها كيفيه الربح من الصفحات المنبثقه اللي بيسموها بوب اب، او في حاجه اسمها بوب اكزت صفحات الخروج، تيجي تدخل من الموقع اول ما تخرج منه تلاقي في صفحات فتحت، كل ما تطلع منها تفتح صفحات ثانيه. اول ما تعمل داونلود الحاجه بالظبط، حتى كلمه داونلود ساعات تيجي تدخل كذا داونلود، هو انهي واحده اللي داونلود؟ تيجي تكتشف بالداونلود حاجه تطلع برنامج شبه البرنامج الاولاني بس جواه اعلان. كل حاجه اشوفها اكتب الربح من الداونلود، في مشروع اسمه الربح من الداونلود، في شركات بتقول لك ان كل داونلود هينزل من صفحتك هديك عليه فلوس. ومشاهده الصور، في موقع اسمه فليكر. الحاجه بسرعه اكتبه في موقع اسمه ليتك، انا احط فيها صور، تحط في الصور عايز مشاهدات تاخد ايه زمان؟ كيفيه الربح من رفع الصور. الافكار اكتر من احنا نسردها، اكتر من احنا نطبقها. نعم؟ جميل قوي، انت خدت منها اسبوع، ما تنزليش حاجه مدتها اسبوع، نزلي حاجه على قد وقتك. وارد، في ناس بتتحايل لك الان فيلم مش عارف مين كامل 7 جيجا في الاخر، عشان اعمل كده عشان عارف الفيلم عليه اقبال، فيلم ممنوع ولا فيلم كذا، فهو بياخد على الداونلود كذا وشرايح الداونلود والفلوس على قد الداونلود، لان انت عدد داونلودي قصاد الموقع بتاع الداونلود ما تقدرش تقفليه، فشاف الاعلانات فبياخد فلوس اكتر، فممكن يتحايل. كلنا نقع في بعض الحاجات دي عادي، تجارب بتكت وقت من الوقت، من وقت الراحه. قلبت على الراحه انا دلوقتي خلاص. مفيش راحه في المعيشه. في انا واحد كان قال لي بس ما استفدتش فكره، او بس الفكره يقول في مواقع تقول لك خش شوف الاعلان، الاعلان اللي انت كذا مره رحت عليه كذا مره او كذا كذا موقع، وبتاخد على الموضوع ده. ده موبايل اندرويد نازل دلوقتي كلامك. بسم الله الرحمن الرحيم. ده القرآن الكريم، ماشي؟ إعلان. عمل أبلكيشن على القرآن تكست بس تنسيق معين وحط فيه إعلان، دي إعلانات جوجل، جوجل شارية شركة اسمها أد موب بتعمل إعلانات على الموبايل. بص هو كاتب إيه بقى؟ يمكنك إخفاء الإعلان بالضغط عليه. أجي أضغط عليه كده. سوري. من ده تاني. إعلان تاني. ضغط عليه. انا عامل سكيورتي انه لازم يقول لي افتح بايه، فلو قلت له افتح ببراوزر معنى يفتح صفحه الاعلان بتاع الراجل. اقول له لا باك، فرجعني صفحه كامله راجع. اعلان اللي جوه الموبايل ابلكيشن. مثلا كان اسمه ايه البرنامج؟ فايل مانجر. فايل مانجر بتاع الاندرويد. اعلان. حد فكر واللي عامل فايل مانجر بيكسب ايه؟ ما هو اعلانات اهو، في ناس تلاقي اعلان بيقول لك ايه؟ داونلود 1000 اندرويد ابلكيشن فور فري. يبقى الفكره انك تعمل برنامج وتحطه على الجوجل بليس او البلاي ستور ولا مش عارف ايه، تاخد فلوس منه. جزء منه انك تعمل برنامج بليميتيشن معينه، جزء تاني تعمل برنامج بفيتشر اكبر وبيخلص وبيسيف وبيكبر وبيصغر وبيعمل بفلوس. جزء من المبيعات وجزء من الاعلانات.
بيلد او بيلد يور موبايل ابلكيشن فور فري. هتلاقي برامج بتسمح لك تعمل موبايل ابلكيشن وتحط لك جواها الاعلان من خلالها وتديك نسبه من الاعلانات لما ترفعه على البلاي ستور بعدد الناس اللي هيداونلودوا على حسب الامكانيات البرنامج اللي انت عامله كم واحد داونلود وعلى انت عنده ازاي. مش محتاج تبقى مبرمج بروجرامر. اديك الشاشات كده حط فيها اسامي برنامج فيه لسته المطاعم اللي في مصر الجديده تك 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 التليفون الرقم المختصر بتاعه حطه وارفعه حط اعلانات على الفيس الناس داونلود كل ما يجي مطعم ابلكيشن شايف اعلانتك. في كم حي غير مصر الجديده؟ في كم مطعم؟ كم محافظة؟ كم قرية؟ كم دولة؟ كم عاصمة؟ كم فكرة الوقت ممكن نعملها احنا دي؟ غير اوقات الراحة. الافكار كتير يا جماعة بس محتاجة وقت محتاجة مجهود مسافرة. الوقت ما سعفش بس ان شاء الله تبقى بداية محاضرات وفيديوهات لنا مع بعض. ارجو كون انا يعني اديت له قدر القليل من انتوا كنتوا منتظروه وسامحوني لو الوقت ما سعفش وما ردتش على كل الاستفسارات بس عشان اكيد في حد بعدين او حد بعدين. نعم حاجه لما تدخلوا على التشانل بتاع يوتيوب تعمل سبسكرايب تدفونا شير ولايك ودلوقتي تبعتوا لنا رساله على اليوتيوب. تمام انما اليوتيوب ليه مثلا عدد مشاهدات معينه عشان تبدا تحط عليه اعلان سيرش اي معلومه ناقصه يا جماعه ابتدي اجتهد. انا اديت عناوين خدت بالك ازاي؟ الدور الباقي عليك عندك كم اكبر بكتير من اسابيع شغل. خمسات ده احدث كل دي كل نقطه كل معلومه هنا تقدر تقرا عليها قد كده تطلع بقى افكار كل واحد على حسب مهاراته. مفيش حد هنا اشطر من حد انما في حد لاحظ فكره معينه قبل حد او انسب له او بذل مجهود اكتر او بدا التطبيق اسرع او طور او اشرط حد معاه. لا تنسوا نيتكم في الاول لله سبحانه وتعالى توكل على الله وبالتوفيق ان شاء الله. جواب ادوت ميل ما لسه قايل انت خدت اللحظه قلت ايه جواب ادوت ميل الايميل بتاعي يا جماعه ايه جواب ادوت ميل عاوز اضيف على الفيس ايه عندك مشروع كده تيجي تفرجني عليه ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. اه اشكرك شكرا جزيلا جزاك الله خير. حاجه فعلا قلت لها مش هقول لك انا هروح اعمل سيرش ولا ايوه الله ينور ده اكتر واحد فين شكرا كنت هدخل مع حد بس في كانت حاجه مثلا بالنسبه لي انا كده كده هتلاقي عنده كده تفسير ده مش شيء ايه بيك مايند فور مايند كل حاجه موجوده عشان انت تجيب كلها بتجاوب عليها خلاص. يوتيوب ادخل على الشانل بتاعتنا هتلاقي الكونتاكت بتاعتنا ايميل ايه جوابها تقول مين لو في اي حاجه تسالها تحت. انا بدرس قسم ايه؟ باور كهرباء. تمام كنت بحب
التاريخ اخطر التنميه بشكل التطور طبعا عشان يسمعك دروس التوعيه هنا في النشاط بدرس الاولاد التاريخ بس بطريقتي انا يعني انا بشرحهم منك بطريقتي انا فعلا بجد هم بيقولوا لي طريقه مختلفه وبنحب صوره فيديو صوره فيديو صوره فيديو احطها على صوره فيديو ارفعها على يوتيوب اعمل لك صفحه على الفيسبوك قول للناس اللي عندك يشتركوا مش كل وقت كل الكلام ده يتطبق واعملها اولا لله عشان الناس مش تقدر تحضر تقدر تشوف هتلاقي واحده بعت لك انستا طب يا ابني ابني مش هقدر يجي لك ومش عندنا نت ضعيفه تعالى واجيب لك زمايله واتفق معاه بما يرضي الله هيحصل هيحصل اخلص النيه وتوكل الله واخلص في اللي انت بتاديه تسويقك ان انت اخلاصك في اللي بتاديه اخلاصك الناس تفهم الناس تتعلم وخد الادوات ادي فيها وقت خلي حد يساعدك لو ما عندكش وقت حد يساعدك كذا كذا وقول له اتفق معايا وانا بالنسبه مع بعض انت هتصور لي وترفع لي وتعمل لي وانا هشرح واعمل مجهود مع بعض ورزقنا مع بعض وتوكل الله تمام